لاعب منتخب الوطني كمان سابقا وممكن يكون حاليا او في المرحله المقبله. هلا كره عاليه ملعوبه بالراس، جول 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 عن طريق الجوكر، الجوكر احمد كشكش مثل جوكر الشدة تماما، وبرضه بيظهر في اوقات الشدة بكسر الشين يا ابو حميد. خرج وكأنه ما بيشبه حد، شوف ارتقى بصورة جميلة ووجه يا عيني من بين الاهداف الرأسية.